بطبيعة الحال التعادل ما يرديناش. احنا تشوف معناتها المقابلات اللي مشينا نلعبوا فيهم الكل نحبوا 3 نقاط، اكيد مانيش فرحان بالنتيجة نتاع اليوم على خاطر على جميع المستويات. اول حاجة احنا في صدارة الترتيب ونحبوا ندعموا الترتيب نتاعنا، زيد على هذا بصراحة اليوم كي نشوفوا كنا افضل من المنافسين نتاعنا، لكن مش معقول نضيعوا الكرات اللي جاونا بالطريقة هذه. فما لاعبين فما تاع فيني بونغونغا، لا لا ما بخلاف فيني، فما فيني، فما راقي، فما الكره الاخرانيه جرتي لابراس، وفما تقريبا 3 كرات وجه لوجه مع الحارس، خاصه كره فيني. ما نحبش اللوم برشا على الملاعبيه، لكن زاد هكا نوليو برشا اذا كان في ماتش يجيونا كرات سهلين كيما هكا وما نمركيوش منهم كره تولي لنا برشا. ما علينا، كان نزيدوا نراجعوا روحنا. صحيح فما برشا تعب بصراحه على اللاعبين نتاعنا، واليوم مش معقول معناتها تقريبا في 3 ايام كل 3 ايام نلعبوا ماتش، وهذا الماتش 9 ولا 10، واحنا ما عندناش معناتها دي سوليسيون.